معكم عصام الغازي مدير شركة أرياكسيس نيكول المغرب. الشركة هي شركة متعددة الجنسيات، كتتواجد المقر ديالها كيتواجد في بروكسل. احنا شركة رائدة عالميا رقم واحد في كل ما كيتعلق بمواد الترصيص. اليوم احنا هنايا جينا في الاحتفال، في اطار احتفال يوم 11 مارس للترصيص العام مع الاخوان ديالنا الرصاصين ومع الفيدرالية المهنية للرصاصين المغرب. صراحة هذا شرف لنا، هذه ثالث مرة كنتواجدوا معاهم في هذا الاحتفال هذا. احنا اليوم كنعتبروا الفيدرالية كشريك ديالنا اكثر من 3 سنين هذه. عندنا اهداف مشتركة لابرزها هي تأطير هذا القطاع هذا ونهضوا به القدام كاملين مجموعين. اليوم شرف كما قلت لك كبير لنا، كنهنئوا الاخوان ديالنا الرصاصين بهذا اليوم هذا، وكان هذا من هذا المنبر هذا كنناديو بالرصاصين اللي مازال ما التحقوش بالفيدراليه، هذه دعوه مفتوحه لهم باش يلتحقوا بالفيدراليه. كاين مجموعه من الانشطه اللي كنقوموا بها سنويا، من بينها دي فورماسيون دورات تكوينيه اللي كنقدموا لهم من خلالها اخر التقنيات اللي كاينه في المجال ديال الترصيص، اخر لي برودوي اللي يلاه خرجوا باش واللي مصوبين بمعايير دوليه باش حتى حنايا نرتقيو بهذا القطاع ونوصلوه حتى هو لنفس النيفو اللي باش كاين اللي كاين في اوروبا وكاين في دول رائده اليوم. وشكرا. السلام عليكم، معكم عزيز البرمكي رئيس الفيدراليه المهنيه رصاصي المغرب. اليوم الفيدراليه المهنيه رصاص المغرب كتقوم باحتفال باليوم العالمي للترصيص 11 مارس، كيصادف 11 مارس هو تكريم هاد الرصاصين والاعتراف بهاد المهنه لاعطاء حرفيين مؤهلين. وحنا كرصاصين كنباركوا روسنا كما كنقولوا، لانه عندنا عيد وطني كيكون فيه الاعترافات بهاد المهنيين اللي عطاو الشيء الكثير لهاد المهنه، وكذلك كنحتفلوا حنا في اطار برنامج ديالنا هو ديال الفيدراليه، هو ادخال الشراكات على جميع المؤسسات كتكوين المهني والغرف المهني والوزاره الوصيه باش نكونوا يد في اليد باش نتعاونوا ان شاء الله. وهذا الشيء ميساج لجميع الرصاصين على صعيد وطني باش يتكتلوا ويعطيو واحد الرؤيه باش نتفاداو هاد كما كيقولوا هاد الحرفي المتطفل، يكون عندنا حرفي مؤهل اللي يقدم واحد الخدمه للزبناء الكرام في حاله جيده. وكنشكروا جميع المنابر الاعلاميه وكذلك الحضور وعدد من الجمعيات. اتفاقيه شراكه البنود ديالها هو التكوين المستمر لهذا المهنه ديال الترصيص العام وكذلك المنخرطين في الفيدراليه المهنيه لرصاص المغرب، على غادي يكون ان شاء الله على صعيد جهه رباط صلاح قنيطره، وغادي يكون ان شاء الله على جهه على صعيد الوطني غادي نبرولوه على جميع المراكز ان شاء الله مستقبلا. اي رصاص مؤهل او ماشي مؤهل فمرحبا به، حنا في اطار تكوين مستمر وتاهيل هاد الحرفيين باش نكونوا نحدوا من هاد المخاطر وهاد المشاكل اللي كتوقع في المجال ديالنا. مراد فرحاوي الكاتب العام للفيدراليه المهنيه رصاصي المغرب. اليوم بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للترصيص العام 11 مارس، ارتأت الجمعيه في نسختها الثالثه على انها تكسر يمكن لغه الصمت على بعض الاوراش، واليوم من خلال الاوراش اللي تفتحات من خلال القطاع الوصي، واعني هنا وزارة الصناعة التقليدية وجهة رباط صلاح قنيطرة، كان من المفروض هنا في الحقيقة كانت تكون واحد التمثيلية ديال بعض المؤسسات اللي ما حضراتش، وهذا لا يعني بأن ما درناش، بالعكس قمنا بواحد الندوة تحت عنوان اللي هو كيحمل في المضامين ديالو عدة رسائل، من جملة الرسائل هو الاعتراف بمهنة الترصيص العام على الصعيد الوطني. وبالتالي كذلك نقاط اخرى هو الحديث عن السجل الوطني اللي راه يمكن اليوم غادي يجي مكان البطاقه المهنيه واللي غادي يدخل الحيز التنفيذي. انتم كما كتعرفوا البلاغ الاخير هو ان اليوم راه الدوله كتشتغل على اساس ان البطاقه ما تبقاش معمول بها، راه يتم انخاط جميع المهنيين على مستوى صندوق الضمان الاجتماعي. وبالتالي هذا الورش كان المفروض هو إقحام جميع الشركاء، وأعني هنا بالكلام ديالي هو المهنيين، لأن ربما المشرع ننسى شكون الشريك الرسمي هو هذوك المهنيين اللي مقصيين على مستوى الإدماج ديالهم في هذا الورش الكبير اللي راه يمكن الدولة كتسهر على تفعيل وتنزيل هذا الواقع. كذلك اليوم قدمنا رسالة
المراكز التكوين المهني لأنها تقوم بإنشاء أقسام إضافية حتى أن الطلبة اللي باغين أنهم يمتهنوا مهنة الترسيس العام يلقاو هذه الشعبة. بعض المراكز يمكن ربما قد قامت بإقفال الأقسام نظرا لانعدام ثقافة التعبئة، وبالمناسبة ما كتقومش بدور ديال التوجيه، فلهذا كنشدو من خلال الموقع ديالنا ككتابة عامة على أنها تقوم بشراكة حقيقية، ويمكن اليوم كما تنقولون رسخوا الثقافة ديال التوجيه لجميع الشباب وكذلك اللي بغاو أنهم يولجوا للميدان ديال الترسيس العام. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.